مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، ويتجدد لقاؤنا معكم في جولة جديدة لمنشط الصحافة، ويسعدنا أن نستضيف خلالها الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فيصل الشريفي. مرحبا بك معنا دكتور فيصل. أهلا بك. ومشاهدينا نبدأ بأهم وردة في الصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. نستهل جولتنا بالصحافة المحلية التي اهتمت بالاجتماع 11 للبرلمانات الخليجية الذي احتضنته البلاد، ونقرأ هذا الخبر في صحيفة الراي. فقد تناول تأكيد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه أن ما يجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي من وشائج أسمى من أن يؤثر فيه خلاف نرى بأنه عابر مهما طال. وشدد سموه لدى افتتاحه أمس اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية على أن ما تواجهه مسيرتنا الخليجية المباركة من عقبات وتعثر يفرض علينا التعاون والتشاور واللقاء على كافة المستويات، معلنا أننا لن نستطيع مواجهة هذه التحديات فرادى، فالعمل الجماعي سبيلنا في هذه المواجهة وحصننا الذي نتمكن من خلاله من التصدي لتلك التحديات والحفاظ على مكاسب وإنجازات تحققت لمسيرتنا المباركة ولدولنا وشعوبنا. أيضا في صحيفة الصباح عنونت الأمير: العمل الجماعي حصننا في مواجهة التحديات وسبيلنا للحفاظ على مكاسب وإنجازات مسيرتنا الخليجية المباركة. على صعيد متصل كتبت صحيفة الجريدة هذا المنشط الغانم: أبناء الخليج عاجزون عن البقاء بعيدا عن بعضهم وإن اختلفوا. في السياق ذاته طبعت صحيفة الوسط هذا العنوان: رئيس النواب البحريني يثمن جهود سمو الأمير في تعزيز التلاحم الخليجي ودعم المجالس التشريعية. وفي الإطار ذاته أوردت صحيفة النهار هذا المنشط الزياني: سمو الأمير حريص على بقاء مجلس التعاون قويا ومنيعا. صحيفة القبس أشارت إلى أن رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوصوا في بيانهم الختامي بمناقشة توطين الوظائف الذي اختاروه موضوعا مشتركا لعام 2018 في إطار أعمال المجالس، داعين مجلس الأمة الكويتي إلى تنفيذ الأنشطة والفعاليات المتعلقة بهذا الموضوع بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون. دكتور، سنبدأ معك بهذا الخبر. يعني حضرة صاحب السمو ركز على العمل الجماعي، ركز على العلاقات من بين دول مجلس التعاون وهي أسمى من الخلاف الذي يمر بها. إذا ما بدأنا معك بقراءة لكلمة حضرة صاحب السمو بالأمس. واضح جدا أن سمو الأمير يؤمن تماما أن مسيرة مسيرة مجلس التعاون الخليجي هي مصير وليست باختيار، ولذلك ما فعله خلال الفترة الماضية هو محل تقدير لدى الشعوب الخليجية ولدى قادة الدول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا يعني نزع لفتيل الأزمة والتعامل معها بمنتهى الحرص الأبوي وحرص المواطن الخليجي أيضا. ولذلك هذا الصدى وهذه الكلمة اللي جمعت على التأكيد على أن هذا الخلاف وقتي ومصيره إلى الحل إن شاء الله، وأن الشعوب العربية أو الشعوب الخليجية لن تستغني عن بعضها البعض، كما يعني أشار في كلمته إلى التحديات القادمة للمنطقة، والحقيقة يعني كانت صريحة ومباشرة من قلب الأب الحريص على دول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك قابل ترحيب كبير من برلمانيات الدول مجلس التعاون او المسؤولين في عن مجالس الشورى والنواب. نعم، فكان هذا القبول تبادل يعني الشعور ما بين الأب وأبنائه، وأيضا يعني الكلمة لامست الوجدان المواطن الخليجي وثمن فيها كل جهد يصب في هذا الاتجاه. ذكر
دورة الخليج العربي اللي أقيمت بالكويت الخليجي 23 بالضبط، وكيف يعني انصهرت الجماهير والشعوب تحت بوتقة واحدة. وسأتي بها لهذه النقطة يعني يعني من القمة الخليجية إلى خليجي 23 إلى المؤتمر الأول الاجتماع 11 الذي عقد بالأمس، كلها كانت برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد. تحدث الجميع بالأمس عن دور حضرة صاحب السمو في لم الشمل الخليجي، فكيف تعلق على ذلك؟ لا شك أن وجود دول مجلس التعاون الخليجي أو مجالس الشورى والبرلمان الخليجي اللي تواجدوا على دورة الكويت، وكل الدول الخليجية حضرت وتفاعلت مع هذه الدعوة الكريمة، وأيضا تفاعلت حتى في الكلمات اللي أكدت على وحدة الشعوب وعلى يعني استماعهم لتوجيهات سمو الأمير، مما يعكس بوضوح أن الشعوب الخليجية حريصة على يعني إعادة المياه إلى مجاريها، وشعوبها المحرك الحقيقي، وهذا التعاطف بين الدول متأكدين ومتيقنين أن قادتنا في دول المجلس راح يعني يجتمعون له وراح يقدرون هذا التعاطف الكبير ما بين الشعوب. وهذا ما ظهر جليا في خليجي 23 وحتى باجتماع الأمس. أيضا مجلس الوزراء أشاد بجهود المساهمين في الإعداد لبطولة خليجي 23 تحت هذا العنوان، فصلت صحيفة الشاهد بما دار في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، مشيرة إلى شرح من الوزراء المعنيين حول ملابسات حادث التدافع الذي وقع في ختامها. أيضا صحيفة السياسة حيث نقلت عن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله أن قيمة التعاون والاجتماع البرلماني والبطولة الرياضية فتتت الأزمة الخليجية. مشاهدينا ننتقل الآن إلى الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل. في حديث لصحيفة الحياة أكد السفير الفلسطيني لدى واشنطن أن الرئيس محمود عباس وجه بتصويب العلاقة مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أنها لا تزال تعتبر منظمة التحرير إرهابية، وأضاف أن المعركة مستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيليين في أمريكا في ضوء التحول الكبير في الرأي العام الأمريكي وخصوصا بين الشباب. وقال إنه شخصيا حاصل على فيزا أمريكية مكتوب عليها استثناء من قانون الإرهاب، وتساءل ماذا يعني أن يسن الكونغرس قانونا يقول ممنوع على الفلسطينيين الانضمام إلى المنظمات الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. هل المحكمة الجنائية الدولية هي أيضا منظمة إرهابية؟ فيما يتعلق بهذا الخبر دكتور، يعني هل ستتعقد اليوم العلاقة الفلسطينية ما بين فلسطين وبين أمريكا في ظل وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض؟ هو واضح جدا يعني بعد قرار رئيس ترامب نقل السفارة إلى القدس، واضح جدا أن هناك اتجاه في الضغط على الفلسطينيين بالتحديد بقبول الأمر الواقع. كل هذه الأوراق والضغوط تمارس وهي ممنهجة لدى الرئيس ترامب، خصوصا أنه ما أعلن عنه في السابق ما زال مصر على تنفيذه على أرض الواقع. معاملة منظمة التحرير وغيرها من الكيانات الفلسطينية قبلها حماس كيعني كمنظمات إرهابية، هذا دليل على ضغط كبير يمارس على متخذ القرار في الدائرة أو متخذين القرار في الوسط الفلسطيني. لم يكن مستغرب هذا الرد على التصرف الأمريكي يعني بوضع منظمة التحرير من ضمن المنظمات الإرهابية. الحقيقة يعني ترامب لم يعد بيده أوراق كثيرة يمارسها كضغط دولي، ولذلك لجأ لضغوط مباشرة يعني، وهذه كلام الحقيقة مهم جدا أن فعلا الشارع الأمريكي بدأ يعي خطورة تصرفات ترامب وكل ما يمارس عليه أيضا من ضغوط قد تؤدي بإقالته مبكرا.
ولذلك المفاوض الفلسطيني أو المسؤول الفلسطيني يعي هذه الضغوط على الإدارة الأمريكية وهو يحاول يستثمرها بشكل صحيح. أضف غير الاعتراف بقدس عاصمة لإسرائيل، أضف إلى ذلك تخفيض المساعدات إلى الأونروا 137 دولار، وأيضا تخفيض المساعدات للفلسطينيين بالأمس. المحقق مولر قد يلتقي بترامب في التحقيق في تدخل الروسي بالانتخابات، عنوان لخبر تطلعنا به صحيفة القدس العربي، حيث نقلت فيه عن شبكة NBC نيوز التلفزيونية أن مشاورات أولية جارية بشأن احتمال أن يجري المحقق الخاص روبرت مولر مقابلة مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار التحقيق في مزاعم عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. وقالت NBC نقلا عن 3 أشخاص مطلعين أن محامين عن ترامب اجتمعوا مع ممثلين عن مكتب مولر في أواخر ديسمبر كانون الأول للحديث بشأن الإجراءات اللوجستية لمثل هذا اللقاء. يعني هذه التحقيقات وصلت إلى صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، إلى ابنه، إلى مستشاريه، وحتى إلى مدراء حملته. فبالتالي إذا وصلت إلى دونالد ترامب، ماذا يعني ذلك؟ يعني مع أن الروس نفوا أي تدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، لكن الشارع الأمريكي متقبل جدا فكرة الضغط على ترامب، خصوصا يعني بعد رواج كتاب غضب نار وغضب أثر كثيرا يعني على قدرة ترامب على المواجهة، ويعني خصوصا الفصول اللي تناولها الكتاب فصول طويلة وكثيرة. لكن هذا الملف، ملف التدخل الاستخبارات الروسية، ملف إذا ما تم يعني الوصول إلى قناعات تامة، أنا أعتقد يعني هي نهاية حق الرئيس ترامب، وربما تؤدي إلى إقالته بكل تأكيد. ولذلك يعني الخطوة القادمة، إن كان هناك طلبة للتحقيق، معناها هناك أدلة قد تكون شبه دامغة للتورط في الانتخابات مع الاستخبارات الروسية. يعني أضف إلى ذلك إثبات حتى مولر موضوع مدراء حملته وحتى مستشاريه الذين أقيلوا وكانوا قد اتهموا بتضليل FBI فيما يتعلق بهذا الموضوع. تطالعنا صحيفة الشرق الأوسط بخبر استضافة الكويت لمؤتمر المانحين للعراق الشهر المقبل، حيث أكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله أهمية المؤتمر الذي سينعقد في الفترة من 12 إلى 14 من فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه يعقد في ظل ظروف حرجة وسيشهد مشاركة القطاع الخاص الإسهام في إعادة إعمار العراق، مشيرا إلى أن البنك الدولي سيشارك بصفته مساهما رئيسيا في المؤتمر لتوفير الضمانات المطلوبة للقطاع الخاص. يعني آخر إحصاء، تحتاج اليوم العراق إلى 100 مليار دولار لإعادة الإعمار، سيعقد في 12 إلى 14 من فبراير. اليوم ما الذي تتوقعه من كل من الكويت والعراق وحتى المجموعة الدولية من هذا المؤتمر؟ أولا هذه صفحة تضاف للدبلوماسية الكويتية، وأيضا يعني النهج اللي العمل الإنساني الكويتي بالضبط، وإلى جانب أيضا يعني تعزيز العلاقات الاقتصادية اللي هي الحبل المتين لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الدول، وخاصة إنه إذا كان الدولة مثل العراق جار ويعني عانى ما عانينا خلال الفترة الماضية، رغم الاحتلال العراقي، لكن الكويت تتعالى أيضا لأنها تنشد مصلحة الشعوب. هذا المؤتمر مؤتمر مهم جدا بالنسبة للعراق وأيضا بالنسبة للكويت. التكلفة قد تتجاوز 100 مليار. أهم خطوط العريضة اللي هي إعادة الإعمار الإسكان اللي تأثر الخدمات والرعاية بالضبط، وأنت تتكلم عن أكثر من 5 مليون مهجر من مناطق محددة في العراق. ولذلك هذا المؤتمر فرصة أيضا للعراق للدخول إلى بوابة إعادة البناء وإعادة الإعمار، وخصوصا الكويت محل ثقة عالمية وتملك قدرات لوجستية كبيرة حاليا، ممكن تساهم في تحريك عجلة إعادة الإعمار يعني فترات تساهم في نهضة العراق ووقوفه على رجله مرة أخرى.
الرعاية الدولية تأكيد على ضمان أن المستثمرين يحظون بغطاء ممكن يعني يتحركون فيه بكل أريحية، بضمانات مالية، فرص للمشاريع الصغيرة، فرص للمستثمرين الصغار، فرص كبيرة تنتظر المستثمرين سواء في الكويت أو في العراق. نعم مشاهدينا، منشأة الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل. وننتقل الآن مشاهدينا إلى موسكو، وتنضم إلينا مراسلتنا ثريا الفرة من هناك. مرحبا بك معنا ثريا. صباح الخير علا لك وللمشاهدين الأعزاء وللضيوف الكرام. صباح الحقيقة اليوم علا لدينا عدة مقالات مختلفة. صباح الورد. والحديث الآن في روسيا يدور عن الانتخابات الرئاسية القادمة. نعم. ولكن أنا آثرت أن أختار المقالات التي تتناول القضايا الهامة في عالمنا العربي. طبعا صباح البرد والهواء والرياح من موسكو اليوم، جو برد غير طبيعي. علا، نبدأ بالمقالة الأولى وهي حقيقة لافت الانتباه. من في صحيفة برافدارو حملت عنوان كيفية إجبار القوات الأمريكية على مغادرة الأراضي السورية. يرى كاتب المقالة بأن منظومة الصواريخ الروسية بانسير 1 الروسية، والتي اعترضت الصواريخ التي أطلقها مسلحو المعارضة منذ يومين على قاعدة التحميم الجوية، كانت قد اعترضت للصواريخ قبل أن تصل إلى القاعدة. ويتابع كاتب المقال يقول بأن هذه الصواريخ قادرة على تدمير 12 هدفا في آن واحد على بعد 15 كيلومترا. وعليه يتابع الكاتب ويقول يمكن التأثير على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أن بإمكان روسيا والدول الأوروبية، بعض الدول الأوروبية طبعا هنا، فضح أمريكا بمشاركتها مع داعش وما ينضوي تحت لوائها. وهذا بالتأكيد سيعلن الدور الأمريكي أو سيعمل على فتح الدور الأمريكي، ولكن سيحول ترامب الأمر إلى بازار للحصول على شيء مقابل الخروج من سوريا. وهنا يقول كاتب المقالة بأن هذه المسألة ومسألة البازار ومقايضة ترامب هي التي ستجبر أمريكا وترامب تحديدا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على الخروج من سوريا. هذه المقالة الأولى. بالنسبة الآن ننتقل إلى المقالة الثانية، وهي أيضا في صحيفة موسكوفسكي كومسومولس، عنوان تحت مقال مؤتمر الشعب السوري وما الذي يمكن انتظاره من محادثات سوتشي. يركز طبعا علا هنا كاتب المقال على مؤتمر سوتشي والذي ينتظره الجميع حقيقة. يقول من المقرر أن يعقد المؤتمر في 29 من ديسمبر، ولكن لا يميل كل السوريين إلى الحوار، فقد رفض ممثلو حوالي 40 من جماعات المعارضة الحضور. والحديث لا يدور هنا عن معارضة واحدة، فنحن نعلم انقسامات المعارضة، وإنما أيضا هناك الرغبات المتناقضة ما بين كل من موسكو وأنقرة، وتحديدا بالشأن الكردي. ناهيك عن انشغال إيراني باليوم بالوضع الداخلي. ويتابع الكاتب قائلا هذا المؤتمر لا علاقة له بالمقارنات أو بانتهاء جنيف، وليس معروفا بعد بأن تعترف، حتى في حال نجاحه ليس معروفا بعد بأن تعترف البلدان المؤثرة في المنطقة بنتائجه، وإلى أي درجة سيتوافق ذلك مع الواقع. والمشكلة الأخرى ليست فقط في المعارضة التي لا تريد معظمها الذهاب إلى سوتشي، ولكن بعض ممثلي النظام أنفسهم يشككون في انعقاده. نعم. ننتقل الآن إلى المقال الثالث، وهو في صحيفة ناشا فيرسيا. يقول هنا حول جدية الكرملين في سحب القوات الروسية من سوريا. نعلم طبعا علا بأن روسيا قد أعلنت بأنها ستقوم بسحب معظم القوات التي شاركت في الحرب في سوريا. نعم. يقول ألكسندر ستيبانوف في ناشا فيرسيا مقال ليس الجميع ذا عائدون إلى البيت. يرى بأن قرار سحب القوات الروسية قرار نهائي، لأن المشاركة الطويلة ستؤثر على الرأي العام، وخاصة على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي في روسيا واعتراض بعض الشارع الروسي من التدخل الروسي في سوريا. ومن الضروري في هذا الوقت الانسحاب على موجة النصر على الإرهاب. ويضيف الكاتب ويقول يبقى السؤال مفتوحا عما إذا كانت روسيا ستشارك ثانيا في الصراع السوري. ففي سوريا نعلم بأن هناك قاعدتان جوية وبحرية، وهذا يعني وجود عسكري دائم، إلا أن روسيا لن تنشر قواعد جديدة أو تشارك في صراعات مسلحة أخرى في المنطقة إلا في إطار
قوات حفظ السلام الدولية، وطبعا هذا معنا في الكاتب تحت إطار الأمم المتحدة. نعم. في النهاية سأقرأ لك علا خبر طريف جدا. تفضلي بإجمال لو سمحت. خبر طريف جدا عن الكلب لايكا. طبعا في صحيفة جازيتا رو خبر طريف جدا عن مرور أكثر من 60 عاما على صعود أول كائن حي وهي الكلب لايكا. نعم. إلى المدار الفضائي. وتحت عنوان لايكا تذكرة باتجاه واحد، حيث أنها ذهبت إلى الفضاء ولم تعد إلى الأرض مرة ثانية. نعم. ثريا يعني وبإجازة. نعم. فيما يتعلق بموضوع التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، كما تعلمين بأن كتاب نار وغضب أثار الموضوع مرة أخرى، وأيضا الصحافة الأمريكية تثير الموضوع بشكل مستمر. ماذا عن الصحافة الروسية؟ صحيح. بالتأكيد طبعا نحن نعلم منذ نجاح ترامب في الانتخابات حتى اليوم، والكرملين ينفي هذه المسألة، ومجلس الدوما ينفي هذه المسألة، والحكومة الروسية برمتها تنفي هذه المسألة. العكس يعني يعتبرون بأن هذا القضية هي ضعف بالنهاية لمستوى الانتخابات في أمريكا. هم يأخذون بأن هذه النقطة على العكس يعني هي كعيب على سير الانتخابات في أمريكا، وبالتالي تقول روسيا هنا بأن أي شخص يستطيع أو أي دولة تستطيع أن تدخل وتؤثر على الانتخابات الأمريكية، وبالتالي هذا يعطي مؤشر بأن هذا مؤشر سلبي على العكس على طبيعة سير الانتخابات في أمريكا، إن كانت فعلا انتخابات ديمقراطية نزيهة إن كانت لا. ويقول هنا البعض هذا معنى بأن تستطيع دول أخرى أيضا أن تؤثر على الانتخابات القادمة، ولكن ما يزال الكرملين طبعا والحكومة الروسية تنفي أي تدخل روسي من جهة الانتخابات الأمريكية، خاصة وأننا نرى علا بأن الآن حقيقة العلاقات الأمريكية الروسية سيئة جدا. الحديث في الآونة الأخيرة، وأقول على مستوى وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، يقول لك بأن بوادر الحرب الباردة عادت مرة ثانية إلى ما بين روسيا الأمريكية الروسية، وبالتالي إذا روسيا إن كان هناك حد صحيح، إذن هذا يعطي إشارة بأن على العكس يعني روسيا لم يكن لها الدور، لأنها أساسا لم تكسب من وصول ترامب إلى سدة الحكم. نعم. ثريا الفرة مراسلة تلفزيون الكويت من موسكو، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا منشط الصحافة مستمر. مقال اليوم مشاهدين اخترناه من صحيفة الحياة بعنوان كنا باحتلال وأصبحنا باحتلالين بقلم فاتنة الدجاني. كتبت فيه أن نهج ترامب صار ساطعا، وهو إسقاط كل الملفات العالقة عن طاولة المفاوضات بدءا بالأصعب، أي ملف القدس، يتبعه الآن ملف اللاجئين. وإلا ما معنى تجميد المساعدات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا؟ أليس المقصود التأسيس لمرحلة جديدة تشهد تصفية قضية حق العودة؟ وتضيف الكاتبة هذا هو الحل الأمريكي، شطب كل القضايا وإسقاطها بالقوة، ثم يكون على الفلسطيني أن يفاوض بين احتلالين في ظرف إقليمي صعب. فكم احتلالا على الفلسطيني أن يواجه، حيث تكون أمريكا داعما أساسيا للاحتلال، وكم كنيست حيث يرى ويلمس أن الكونغرس يسابق الكنيست الإسرائيلية في خنق الفلسطيني وحصاره. وتختم المقال بالقول كنا باحتلال وصرنا باحتلالين، في إشارة إلى الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم اخترناه من صحيفة الحياة، ولك التعليق دكتور على الكاريكاتير. بكل تأكيد يعني العنف الأسري هو بمثابة فعلا متفجرات داخل الأسر، وحقيقة يعني قاعد نشاهد كثير من المشاهد المؤلمة جدا لتصرفات بعض الأسر أو تركهم للخدم دون رغابة، دون يعني عاطفة الأبوة والأمومة المفقودة. نتمنى فعلا أن يقف العنف الأسري. نعم. إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير نصل وإياكم لختام هذه الحلقة من منشط صحافة. أشكر ضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فيصل الشريفي على تواجده معنا، والشكر موصول لكم أيضا على كرم المتابعة. إلى اللقاء.